وبالتأكيد الزنجبيل من أهم الحاجات اللي بيستخدمها المصريين على انا مدار بشرب دلوقتي، انت بتكلمني وانا بشرب زنجبيل أيوة. لسبب بسيط جدا. الزنجبيل في الشتاء بالذات الو بيبقى ملطف شويه للاحتقان بتاع الجهاز التنفسي، بيبقى ملطف للكحه، ممكن يخلي الجهاز التنفسي المسالك بتاعته جميله. فانا حقيقي كل يوم احاول كده، ام كريم تعمل لي جنزبيل، وبعدين كمان بتعمل عليه اضافات عسل نحل كده وكركم، فيبقى مشروب مليان بمضادات الاكسده ومليان بمضادات الانتي انفلاميشن او اللي هي الالتهابات، وحقيقي يبقى حاجه جميله في الشتاء بالتحديد، في اي وقت لكن في الشتاء بالتحديد. فانا بنصح الناس فعلا. بالمناسبه في ناس يقول لك خده قبل النوم وناس يقول لك الصبح، انا دي كل مدارس علميه، انا شخصيا افضل الصبح كده وانت صاحي بدل كوبايه الشاي تاخد الجنزبيل وعليها عسل وعليها شويه ليمون، يبقى حاجه ضد البرد وضد الانفلونزا. طبعا ما بقول ضد البرد وضد الانفلونزا مش علاج، لا يعني عشان يرفع المناعه شويه بالخصائص اللي هي مضادات الاكسده ومضادات الالتهابات.